بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة آل عمران. الدرس 62. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. نواصل الكلام على الآيات من قوله تعالى: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، إلى قوله سبحانه وتعالى: ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وذلك في قوله تعالى: مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم. هذا مثل ضربه الله سبحانه وتعالى لعمل الكافر، وأنه لا ينفعه في الآخرة، ولو كان هذا العمل فيه إحسان إلى الناس أو فيه تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فإنه لا ينفعه ما دام أنه على الكفر، لأنه لا ينفع مع الكفر طاعة، لا ينفع مع الكفر طاعة. فالكافر عمله حابط ومردود. قال تعالى: قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال سبحانه: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. قال سبحانه وتعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. فالله جل وعلا بيّن أن عمل الكافر ما دام أنه على الكفر أنه ليس بشيء ولا يعتد به، لأنه بناه على غير أساس، سواء كان كافرا أصليا أو كافرا مرتدا. وهذه مصيبة، أن الإنسان قد يظن أنه على الإسلام وعلى الدين ويصلي ويصوم ويعمل الأعمال الصالحة، لكنه مرتكب لناقض من نواقض الإسلام كدعاء غير الله والذبح لغير الله، فهذا شرك أكبر يخرج من الملة ويحبط الأعمال، كما قال جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. قال سبحانه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فإذا كان أصله على الإيمان والإسلام ولكنه يرتكب ناقضا من نواقض الإسلام كدعاء غير الله والذبح لغير الله والنذر لغير الله والاستغاثة لغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، فإن عمله لا قيمة له ولا فائدة منه مهما أتعب نفسه. قوله تعالى: مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر. والله جل وعلا يضرب الأمثال لتقريب المعاني، وهذه طريقة متبعة في القرآن الكريم، أن الله يضرب الأمثال لتقريب المعاني للناس حتى يتصوروها. قال جل وعلا: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. قال سبحانه وتعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا، ما ينفقونه من أموالهم في القربات والإحسان إلى الناس، هذا لا ينفع عند الله لأنه لم يبنى على إخلاص
ولم يبنى على توحيد. الله جل وعلا يقول في المنافقين: قل أنفقوا طوعا قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا، سماها الحياة الدنيا لأنها قريبة، وهناك الحياة الآخرة التي لا نهاية لها. أما هذه الحياة الدنيا التي يعيش فيها الأحياء فإنها قريبة، ولذلك سماها بالدنيا لقرب أجلها ونهايتها. مثل ما ينفقون أن ينفق الكفار من الأموال التبرعات والمشاريع غير ذلك، فإن هذا لا ينفعهم عند الله، لأنه على غير أساس صحيح. فقد يعجب بعض الناس من مشاريع الكفار وأعمال الكفار وما ينفقونه في الإحسان إلى المحتاجين والمستشفيات والملاجئ للعجزة وغير ذلك، فهذا كله لا ينفعهم عند الله سبحانه وتعالى. وأما المؤمن فلو أنفق شق تمرة، نصف تمرة مع الإخلاص، فإن ذلك يقيه من النار، كما قال صلى الله عليه وسلم: فاتقوا النار ولو بشق تمرة. فمن لم يجد فبكلمة طيبة، فالقليل مع الإيمان يضاعفه الله سبحانه وتعالى أضعافا كثيرة، والكثير مع عدم الإيمان لا يغني صاحبه شيئا. والله ضرب هذا المثل لبطلان عمل الكافر كمثل ريح فيها صر، فيها برد، شدة برد. الريح معروفة، وهذه الريح فيها صر، يعني فيها برد، برد شديد. أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم بالكفر فأهلكته، وبالكفر والمعاصي. فالله يسلط الريح ويسلط البرد ويسلط الآفات على الزروع وعلى الحروث بسبب أعمال أصحابها السيئة عقوبة لهم، كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم، يعني بالمعاصي، ظلموا أنفسهم بالمعاصي، لأن المعاصي سبب لحلول النقمات والكوارث. فما يصيب الأموال من الكوارث والمتلفات فإنما هو بسبب المعاصي. ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فأهلكته هذه الريح التي فيها البرد، أهلكت هذا الحار. هذا مثال محسوس شاهده الناس، شبه عمل الكافر بالزرع، وشبه ما يصيب عمل الكافر من الإحباط والضياع بالزرع الذي أصابته الريح والبرد فأتلفته. فكذلك الكفر يشبه الريح الباردة التي تتلف الزرع، لأنه يتلف الأعمال، هذا يتلف الزرع وهذا يتلف الأعمال. فالأعمال هي زرع المؤمن، يزرعها ويبذرها ليستفيد منها في الآخرة، فهي زرع له، والدنيا مزرعة للآخرة كما في الأثر. فإذا زرع المؤمن في هذه الدنيا حصد زرعه طيبا في الآخرة،
وإذا زرع الكافر في هذه الدنيا فإنه لا يحصد شيئا، يوم القيامة يكون عمله هباء منثورا، ويكون كسراب بقيعة، ويكون كالرماد الذي اشتدت به الريح في يوم عاصف. فهذا فيه التحذير من الكفر والشرك، وبيان أنه لا عمل مع الكفر ولا مع الشرك بالله عز وجل، مما يوجب على العبد أن يخاف من محبطات العمل، مفسدات العمل، حتى يخلص عمله لله ويتقنه على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يهدينا وإياكم صراطه المستقيم، وأن يبصرنا طريق الحق، ويرزقنا العمل به. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.